الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام إلى هذا اللقاء في أهل الذكر. أرحب بكم مشاهدي وأرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، الأستاذ بوزارة التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية، فمرحبا بكم دكتور. وأنا كذلك أرحب بكم وأرحب بإخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات عبر أثير هذه القنوات، وأسأل الله جل وعلا أن يجعله لقاء مباركا موفقا ينفع الله فيه المتكلم والسامع، اللهم. وأن يهب لنا من لدنه رحمة ويتقبل منا ومنهم ومن جميع المسلمين صالح الأعمال ويجعلها محظية عنده بالرضا والقبول، اللهم. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. سبحانه. اللهم آمين. أيها الإخوة، يوم عظيم من أيام الله هو محور حديثنا في هذا اللقاء، يوم قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أو روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مرفوع أنه من خير الأيام وأعظمها، ذلكم هو يوم النحر. يوم النحر يوم عيد، ويوم العيد فيه التهاني، ويهنئ المسلم أخاه المسلم على بلوغ هذا اليوم العظيم، كما أن للحجاج فيه أيضا من المناسك العظيمة التي ستكون محورا لحديثنا في هذا اللقاء، وربما أيضا نتعرض لبعض القضايا التي لها علاقة بالمسلم حيثما كان في هذا اليوم العظيم يوم النحر عيد الأضحى. شيخ علي، إذا قلنا يوم النحر، ربطه بهذه الشعيرة العظيمة بماذا يوحي لكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. يوم النحر كما تفضلت في الحديث المرفوع الذي رواه أحمد وبعض أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الأيام فقال أفضل الأيام يوم النحر ويوم الفطر، وجاء في حديث آخر خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فهذه أعياد المسلمين، الجمعة تتكرر كل أسبوع، وعيد الأضحى وعيد الفطر يتكرران في كل سنة. يوم النحر سمي بهذا الاسم لأن المسلمين ينحرون فيه ويذبحون أضاحيهم، وهي من السنن المؤكدة ومن أفضل القربات التي يفعلها المسلمون في هذا اليوم. وسمي هذا اليوم بيوم النحر لكثرة ما ينحر الحجاج المتمتعون والقارنون من هذه الدماء المتعلق بنسك حجهم القران والتمتع. سماه الله جل وعلا، سمى هذا اليوم في أول براءة أول التوبة سماه بيوم الحج الأكبر، الله. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، وهو يوم الحج الأكبر ويوم النحر لأن فيه أكثر أعمال الحج، فيه أربعة من أعمال الحج، فيه ركن وثلاث واجبات، فيه طواف الإفاضة ويبتدئ الطواف في هذا اليوم، وللضعفة من نصف ليلة مزدلفة لما انصرفوا من مزدلفة، لما انصرفوا جاز أن ينصرفوا فيرموا أو جاز أن ينصرفوا مباشرة من مزدلفة إلى الحرم وإلى الكعبة ليطوفوا بها. فيه رمي الجمرة، جمرة العقبة، وهي من الواجبات. فيه الحلق أو التقصير، والحلق على النساء حرام وهو مخير بين فيه بينهما عند الرجال، والحلق أفضل. فيه الذبح
المتعلق بنسك التمتع والقران وجوبا، وبالأنساك الثلاثة مع للمكي وللمفرد من غير المكي استحبابا. وفيه مشاركة المسلمين في أنحاء الدنيا لإخوانهم الحجاج في هذا اليوم بذبح الأضحية التي هي سنة مؤكدة، ما لم تكن وصية أوصى بها آباؤهم وله فيها مدخول أو تكون نذرا فإنها تكون واجبة بهذا الاعتبار. لهذه الأعمال الأربعة جعلت هذا اليوم من أفضل أيام الله. الله أكبر. اجتماعها فيه مما يعني الحديث يجر بعض بعضا. الآن الحاج في مكة المكرمة في الأراضي المقدسة ربما يكون متمتعا أو قارنا أو مفردا. المتمتع والقارن كما تفضلتم يهدي ويذبح ذبيحته بإكمالا لنسكه. إذا كان يضحي في بلده ولم يضحي في بلده، فهل له أن يضحي في 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 مكة، أو هل يلزمه إن ضحى في بلده أن يضحي في مكة لو كان مفردا؟ أنا أشكرك على هذا السؤال. الأضحية عبادة مستقلة ومغايرة لعبادة الهدي. الأضحية أولا غير واجبة، والهدي في المتمتع والقارن واجب متعلق بالنسك. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. الأضحية تذبح في كل مكان، الهدي لا بد أن يكون ذبحه في مكة. في مكة يعني في داخل حدود الحرم، في ميناء، في مزدلفة، في مكة. عرفة ما يصح، لو ذبحها في عرفة قلنا أعد ذبحها مرة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذبحتها هنا وفجاج مكة وميناء كلها طريق ومنحر. بعض الحجاج ربما يذبح هديه في المجازر خارج الحرم، في المغمس مثلا، في الطائف، في جدة، ما تصح هديا، وإنما تصح ذبيحة لحم. يشترك الهدي والأضحية في وقت الذبح، يبدأان من قدر انقضاء صلاة العيد يوم العاشر إلى غروب شمس آخر أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر. يشتركان أيضا في السن المجزية في الأضحية وفي الهدي، أحكامهما سواء. أيه. وفي أنها من بهيمة الأنعام الثلاث، من الإبل والبقر والغنم، لا تصح من غيرها من الطيور أو الغزلان أو النعام أو غيرها. الإبل نوعان، الإبل العربية ذات السنام أو الإبل الأعجمية البخاتة ذات السنامين، والبقر نوعان، البقر العربية والبقر الجاموسية بقر الأنهار، والغنم نوعان، الشياه والماعز. الشياه في ستة أشهر فأكثر، والماعز من سنة فأكثر، هذه السن المقدرة. يشترك الأضحية مع الهدي في ماذا؟ في لا بد من سلامتها من العيوب، والمجمع عليها من العيوب التي يجب أن تتقى في الهدي والفدية والأضحية أن لا تكون عورة بين عورها، ولا عرجة بين عرجها، ولا مريضة بين مرضها، ولا هزيلة عجفة لا تنقي. فهذه مشتركة بين الأهدي والأضحية. جزيتم خيرا. الحقيقة يشار هنا وبإجلال لمشروع الأضاحي الذي يقوم به البنك الإسلامي في مكة المكرمة، هو مشروع رائد وعظيم ونفع الله عز وجل به إخوة كثر في يعني أنحاء الحقيقة كبيرة وعديدة من العالم الإسلامي ممن يحتاج لهذا. وهذه مشاركة الحقيقة رائعة، منها يسرت للحجاج وأيضا كان الانتفاع بلحوم هذه الأضاحي على أفضل وجه. نتوقف قليلا استاذنك دكتور وأيضا الإخوة المشاهدين الكرام مع هذا الاستطلاع حول أعمال يوم النحر. سألنا بعض الإخوة الجمهور، فلننظر ماذا كانت إجاباتهم. أهل الذكر. الحلق، الذبح، الطواف، رمي الجمرة. أعمال يوم النحر، أولا النحر أو الحلق أيهما يبدأ، ثم رمي جمرة العقبة، ثم بعد ذلك طواف الإفاضة فقط. أعمال يوم النحر اللي هي طواف الوداع والنحر، ذبح الأضحية، والجمرات، رمي الجمرات ثلاث، وحلق الرأس وخلاص. اللي هي عندك الرمي والحلق والطواف، الطواف
والذبح. الذبح، الخص، الطواف كمان، هو هذا الحلق، يعني حلق التخفيف الشعر. أهل الذكر. إذن هذه هي إجابات مشاهدين الكرام والجمهور الذي استطلع حول أعمال يوم النحر. سمعتم الإجابات دكتور؟ نعم، إجابات الحقيقة جيدة ومسددة في أعمال يوم النحر المتعلقة بالحجاج. جميل. ولهذا جاءوا بها ما شاء الله على وجه جميل ومختصر في أنها الرمي والطواف والحلق والتقصير وذبح الهدي. وهنا تأتي مسألة الفرق بين الهدي والفدية. الفدية ذبيحة واجبة لجبران نقص، ترك واجب أو فعل محظور، وهذه ليس لها وقت محدد، تذبح قبل العيد أو بعد العيد، ولا علاقة لها بأيام العيد. هي لها علاقة بالنسك من أنها تجبر نقصه. نعم. لكن وقت ذبحها ليس له علاقة لا بالأضحية ولا بالهدية. سألتني قبل قليل أن الحاج إذا كان سيضحي عند أهله هل يذبح هديا؟ الهدي شيء والأضحية شيء ثاني، ويجوز له أن يضحي عند أهله ويذبح هديه، ويجوز للحاج المفرد الذي ليس عليه هدي أن يذبح أضحية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى عن نسائه في منى بالبقر، وهذا فيه مشروع الجمع بين هاتين القربتين، هذه قربة وهذه قربة، بين الهدي والأضحية، بين الهدي والأضحية. في هذا اليوم، يوم العاشر، يوم النحر، أكثر المسلمون الحمد لله يظهرون هذه الشعيرة بذبح الأضاحي، فيفرحون هذا اليوم فرحا عظيما بصلاة العيد واجتماعهم وإلفتهم فيه وتهنئة بعضهم بعضا وذبح هذه الذبيحة ثم استطعام بعضهم بعضا فيه، ولهذا يظهرونها في أنحاء الدنيا حتى إن غير المسلمين يلحظون هذا الفرح وهذا السرور وهذا الابتهاج للمسلمين بيوم العيد. الأضحية لها أحكام لو أشرنا إليها بعض الإشارة. من أحكامها أن المضحي إذا أراد أن يضحي يمسك عن شعره وظفره وبشرته، من متى؟ من دخول عشر ذي الحجة، فإنه جاء في الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا. في هذا فيه مشابهة وفيه استشعار للحجيج للناس الذين لم يحجوا مع الحجيج. الحجاج عليهم محظورات بإحرامهم، هؤلاء هذه المحظورات الثلاث تتعلق بماذا؟ بذبح الأضحية، فيشتركان في هذا الشعور. جميل. يشترك الحجاج مع غير الحجاج. إذا جاء يوم العيد ذبحوا أضاحيهم انحل هذا الإحرام الذي هو للمضحي فقط دون أهل بيته. شيخ، من ضمن المسائل نقلها بسيطة إلى مسألة التلبية والتكبير، يعني الحاج له وقت في بداية تلبيته منذ أن يعقد إحرامه، وربما يأتي وقت محدد أيضا لبداية التكبير، لو أيضا أشرتم لها. أحسنتم. التلبية يبدأ بها الحاج من حين ما يحرم، فإذا انتقل من مشعر إلى مشعر، من مكة إلى منى لبى، من منى إلى عرفة لبى، من عرفة إلى مزدلفة لبى، من مزدلفة إلى منى لبى، ينتهي وقت التلبية أو ينقطع وقت التلبية ببدئه بالرمي، فتبدأ شعيرة أخرى من الذكر وهي التكبير. إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وهنا يشترك الحجاج الذين رموا الجمرة مع المسلمون في الآفاق بالتكبير. والمسلمون يبدأ في حقهم متى؟ المسلمون في الآفاق في الدنيا يبدأ تكبيرهم المطلق من دخول العشر، من ثبوت دخول عشر ذي الحجة، إما برؤية هلال ذي الحجة أو بإتمام ذي القعدة 30 يوما. يبدأون التكبير المطلق في كل وقت، في الليل، في النهار، في الطرقات، في الأسواق، في المكاتب، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، لله الحمد. وهذا في مشمول قول الله جل وعلا ويتكبر الله على ما هداكم. كان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما كما رواه البخاري يخرجان ابن عمر وابو هريرة رضي الله عنهم يخرجان ايام العشر
فيكبران في السوق فيكبر أهل السوق بتكبيرهما. هذا التكبير اللي يسمى بالمطلق يمتد إلى غروب الشمس آخر أيام التشريق وهو يوم 13، لكن هناك تكبير مقيد لغير الحجاج، وهذا يبدأ من صلاة الفجر يوم عرفة عقب الصلوات، إذا فرغ من الصلوات وأذكارها كبر تكبيرا مقيدا. إلى هل يتوقف التكبير المطلق هنا؟ لا، التكبير المطلق يستمر مستمر معه. المطلق لأنه لا يختص بصلاة بالليل وبالنهار، لكن لا يعني يتعبد الناس بالتكبير على اعتبار أن السنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد دخول فجر أو صلاة فجر. هنا بالنسبة للمسلمين غير الحجاج يبدأ تعبدهم بالتكبير عقب الصلوات، التكبير المقيد من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام مع استمرار التكبير المطلق. مع هنا تداخل التكبيران المطلق والمقيد. جميل جميل. كيف جاء ذلك؟ هكذا الذي ورد عن الصحابة رضي الله عنهم الذين طبقوا هذه الآية وأخذوا ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. جميل. شيخ يعني سريعا، صفة التكبير هل له صفة واحدة أو له صفات متعددة؟ أحسن صيغ التكبير ما ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام وداوم عليها أصحابه، وهي قوله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاث مرات ويروى مرتين، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ثلاث مرات تكبير أو مرتين تكبير في البداية ثم لا إله إلا الله ثم تكبيران أي ثم الله أكبر ولله الحمد. لو قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا والحمد لله، فهذه جاءت عن بعض السلف وهي فيها تعظيمات الله سبحانه وتعالى بذكره. هذا التكبير شعار لمن؟ للحجاج بالدرجة الأولى ولغير الحجاج. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أيام التشريق في الضحى يسمع له وهو في خيمته في خبائه تكبير الله أكبر، فإذا سمع الناس وأمر من يكبر كبروا كبروا الله أكبر، يقول الرواة فيكون للوادي وادي من ضجيج الله. بماذا؟ بتكبير الله الله أكبر. وهذا مقصد عظيم من مقاصد هذا الذكر وهذا العبادة في هذا الوادي، أنه لإقامة توحيد الله. كل يرفع صوته بالتكبير شيخ؟ الرجال يرفعون أصواته والنساء يسرن به بقدر ما تسعم المرأة نفسها وجارتها. جميل جميل. ولهذا التكبير مقصود، الطواف والسعي ورمي الجمار عبادات لإقامة ذكر الله. جميل شيخ، يعني قضية أيضا مهمة تتعلق بأعمال يوم النحر، ألا وهي يعني الحديث المشهور الذي فيه التوسعة يعني الكبيرة لحجاج بيت الله، عندما يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم ما سئل عن شيء إلا قال افعل ولا حرج. يعني الوقت معنا قرابة الدقيقة الآن، لو أجملتم يعني أعمال الحاج والتقديم فيها والتأخير، هل في ذلك؟ هذا من علامات اليسر ومن دلائله العظيمة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وديننا إنما بني على اليسر، ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تيسير. يروي هذا الحديث عبد الله بن عمرو عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرة وقف فأحاط به الناس يسألونه، فقائل قال يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. الله أكبر. فجاء آخر قال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. جاء ثالث فقال يا رسول الله أفضت أي طفت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. قال ابن عبد الله بن عمرو فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ذلك اليوم قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. الله أخرجه في الصحيح. الله أكبر. يوم عظيم، يوم بهجة، يوم إنهاء لأعمال عظيمة من أعمال الحج، ذلكم يعني ما تفضل الدكتور جزاه الله خير بعرضه حول هذا اليوم العظيم الذي نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق الجميع حجاجا ومن غير الحجاج، أن يوفقهم في إقامة ذكر الله في هذا اليوم العظيم. لو تسمح لي في أمر يتعلق بهذا اليوم باختصار شديد تفضل شيخ. وأستأذنكم وأستأذن إخواني المشاهدين، يوم العيد يوم فرح، ولهذا جاءت فيه التهنئة، يهنئ المسلمون بعضهم بعضا. وأحسن ما جاء في صيغها أن يهنئ المسلمون بعضهم بعضا بالدعاء تقبل الله منا ومنكم، الله أكبر، لأنه فيه ماذا؟ دعاء. في صيام قبله، فيه دعاء، فيه ذبح، فيه أعمال طاعات للحجاج ولغير الحجاج،
فأهنأ ما يهنئ به المسلمون بعضهم بعضا، تقبل الله منا ومنكم. وكل صيغ التهنئة في هذا اليوم محبوبة ومرغوبة، لأن تدل على ما بين الناس من الألفة والمحبة والتعاون، وأن المؤمنين بعضهم أولياء بعض. ونحن أيضا ندعو للجميع بأن يتقبل الله منا ومنهم، وأن يجعلنا وإياهم ممن رضي الله عنهم وأرضاهم وأسعدهم في الدنيا والآخرة. شكر الله لكم دكتور علي الشبل، الأستاذ بوزارة التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية. شكرا لكم أنتم أيها الإخوة المشاهدون الكرام، على خير وفي خير، نلتقي بإذن الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون.